كل مشاهدي تلفزيون سوريا، لقاء جديد بجمعنا، حرافقكم في اليوم انا وايهم. مساء الخير للجميع، حلقه جديده. شو ابرز مواضيعنا؟ يعني نزوح قرابة 170 ألف مدني من ريفي حلب وإدلب خلال 12 يوماً. ألمانيا رفض طلبات لم الشمل لعائلات اللاجئين العالقين في اليونان. بتحكيم دولي إقامة بطولة في الكاراتيه للمرة الأولى في عفرين منذ سنوات. مئات الألوف من السوريين يفرون من الموت وينزحون إلى شقاء آخر، ولكن إلى أين يذهبون وقد ضاقت عليهم الأرض تحت سماء لوثتها الطائرات؟ إلى أين يتجهون وقد اختصرت الحرب الجهات كلها في جهة واحدة؟ أخذوا من بيوتهم حاجياتهم الضرورية، ولسان حالهم يردد لو كان بالإمكان حمل البيوت في الحقائب. يتزاحمون على هذا الطريق الضيق أفواجاً أفواجاً. إنه ليس بيوم الحشر، إنه يوم النزوح عن الديار، عن البيوت، عن الذكريات. وهذا العالم لا يزال صامتاً للأسف. النازحون من ريفي إدلب وحلب موضوعنا الرئيسي لليوم، إلى أين يتجهون ومن يقدم لهم العون؟ تابعونا اليوم بفقرتنا الرئيسية. أما بالنسبة لمواضيعنا لليوم، الموضوع الأول، رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا معظم طلبات لم الشمل التي تقدم بها لاجئون لأفراد عائلاتهم العالقين في اليونان في النصف الثاني من العام الماضي. جاء ذلك بعد أشهر من اتخاذ ألمانيا حزمة إجراءات للتشديد على طلبات الهجرة واللجوء ولم الشمل الخاصة باللاجئين الموجودين على أراضيها من بينهم السوريين. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. لم تمضي أشهر على وضع ألمانيا قوانين مشددة على إجراءات لم الشمل الخاصة باللاجئين الموجودين على أراضيها ومن بينهم السوريون، حتى أصدرت اليوم قرارا جديدا سيحدد مصير مئات العوائل منهم. فقد أصدر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا قراراً رفض من خلاله طلبات لم الشمل التي تقدم بها مئات اللاجئين في النصف الثاني من العام الماضي لأفراد عائلاتهم العالقين في اليونان.
أكثر من 500 طلب لم شمل رفضهم المكتب ليشكل هذا الرفض نسبة 17% من طلبات استقبال اللاجئين قدمتها اليونان لألمانيا في إطار اتفاقية دبلن 3، ما يعني أن نسبة الطلبات المرفوضة ترتفع بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2018. نائب حزب اليسار في البرلمان الألماني كوغاي أكبولوت انتقدت القرار بشدة وأكدت أن كثيراً من الذين رفضت طلبات استقبالهم هم من القاصرين وغير مصحوبين بذويهم ويحتاجون إلى الحماية. بحسب دبلن 3 فإن ألمانيا هي المسؤولة عن طلبات لجوء اللاجئين الموجودين في اليونان إذا كانت عائلاتهم فيها، ولكن منذ فترة والسلطات الألمانية تصدر حزمة من الشروط التعجيزية في إجراءات الهجرة ولم الشمل، فما سبب هذا التغيير بسياسات الهجرة واللجوء في ألمانيا؟ وما المصير الذي ينتظر العوائل المرفوضة طلبات لم شملهم؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب رئيس المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان محمد كاظم هنداوي. أهلا بك، مساء الخير. مساء الخير لحضرتك. خلينا نبدأ من السؤال الأول اللي ختمنا في التقرير، ما المصير الذي ينتظر العوائل التي رفضت طلبات لم الشمل الخاصة بهم؟ مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا هو كل هذا الهاجس الكبير عم يشكله القلق اللي عم يعيشه فيه العوائل الموجوده اللي كانت باليونان او اللي كانت بين الاشخاص اللي تم رفض كمان لم شملهم هن اصحاب الحمايه الفرعيه. المواضيع تتشابه، لكن انا خليني اقول لك على موضوع كثير مهم. انا ليس دفاعا عن الحكومه الالمانيه، لكن هالقرارات اللي اصدرتها هي بنيت على اسباب. الاسباب احد الاسباب أنه عدم وجود أوراق ثبوتية تجمع بين الطرفين. يعني أنا وقت بدي أقول أنه أنا زوجتي موجودة حالياً باليونان وبدي أقدم على لم شمل إلي، لازم أقدم إثباتات أنه هاي زوجتي. عقد الزواج كأقل تقدير يعني. نعم بالضبط. لذلك هي دائماً ألمانيا بتطلب من اليونان أنه السعي لإصدار أوراق ثبوتية لهؤلاء قانونية وجودهم. لكن الضعف أنا بدي أؤكد لك هذا الشيء هي من الحكومة اليونانية. المواضيع دائما كل إنسان وقت بيجي رفض بيجي أسباب لرفضه. أنا مطلع على كثير أسباب راح أستعرض لك منها. طبعا. من عدم وجود أوراق ثبوتية إنه تجمع بين الطرفين، مثلا إذا هاي زوجتك طيب شو الإثباتات إنها هي زوجتك؟ في كثير أشخاص عم يحاولوا إنه هذا كمان ما هو معيب، يعني هذا كلام عم بحكي أنا، هو حق لكل مهاجر إنه هو يسعى لحياة أفضل. لكن أنا بحكي انه شو بتجي التبريرات من الحكومه الالمانيه؟ بتجي دائما التبريرات من الالمانيه انه ما في اوراق ثبوتيه، ما في اوراق تجمع بين الاثنين. للاسف الشديد دائما المهاجرين واللاجئين وقت يوصلوا على اليونان مباشره بتخلصوا من اوراقهم الثبوتيه، وانا صراحه ليش ما بنعرف، يعني احنا ليش بتخلصوا منها؟ ما بنعرف، لانه هن اذا كانوا عم ياخذوا حالات اخواتنا بالجزائر او بالمغرب هن شكل ونحن شكل آخر، يعني السورة بحق له يقدم على اللجوء بأي بلد في بلدان العالم. نعم أستاذ كاظم. التخلص من هاي الأوراق الثبوتية هي عم يسبب بالنهاية أنه عدم وجود أوراق. صحيح، في اعتقاد من البعض أنه ممكن يسهل عليهم الموضوع اللجوء بما أنه هن لا يملكون أوراق نظامية، ولكن كما ذكرت هذا الموضوع مختلف بالنسبة للسوريين. نعم. طيب أستاذ كاظم، هل من الممكن أن يعيد مكتب الهجرة الألماني النظر في هذه الطلبات؟ وهل ممكن أن تكون هناك استثناءات؟ طالما اللي عم يتقدم هذا الطلب هو سوري طبعا راح يعيد الطلب لحتى يوصل مبتغاه، لكن الموضوع ما له موضوع انه بسيط انه يحسنوا هن بالبدايه يقولوا انه نحن ما معنا اوراق ثبوتيه بعدين لا اوراق ثبوتيه. بالنهايه هون القانون هو سيد، لذلك انتم بدنا نشوفوا انه ليش انتم بالبدايه اخفيتوا هذا الشيء علينا. وانا بطالب عبر قناتكم كل انسان عنده لم شمل انه ابرز كل الوثائق اللي بيمتلكها، او اذا ما عنده وثائق يحاول انه هو يستخرج وثائق جديده حتى لو كان تاريخ جديد. ما في مانع بهذا الموضوع، هذا عامل انساني اكيد بتسهل يعني الموضوع. نعم. لكن طبعا نحن مشكلتنا هي الاوراق، عدم التثبت بالاوراق. نحن بنشوف في كثير اشخاص عندها لم شمل وحسنت توصل لم شمل لكن يكون عندها اوراق. استاذ كاظم، غير الاوراق هل هناك اسباب اخرى للرفض؟ يعني ذكرت حضرتك انك طلعت على بعض الاسباب. نعم، هلا في اسباب اخرى قد تكون انه العائله اساسا لسه ما استحوذت على اوراق رسميه الموجوده باليونان، او لسه ما استخرجت اوراقها
كلجوء، لانه خلينا نوضح موضوع كثير مهم. من يستطيع لم شمله هو من ضمن الاتحاد الاوروبي هم الحاصلين على حق اللجوء في اليونان فقط لا غير. لذلك الموضوع انك تستبق هاي الحاله، انك انت تحسن توصل لالمانيا او توصل لاي بلد الاتحاد الاوروبي قبل ما تحصل حق اللجوء، هذا يسمى لم يعني شمل. الخطوه الاولى هي اخذ حق اللجوء في اليونان، ومن ثم بالزبط. الطرف الاخر يقدم لهم لم شمل. بالضبط، لانه في كثير اشخاص بتقول لك انا وصلت على الاتحاد الاوروبي لازم مباشره اقدم على لم شمل مثلا لعائلتي. نعم. من ضمن الاوسكندر بتتفاجئ هو بحق له انه يقدم على لم شمل، لكن هذا القرار راح يجي بالرفض. ان الانسب والاحسن انه يحصل حق اللجوء ومن ثم مباشره يطلعوا بالطياره مباشره الى المانيا وياخذهم يصطحبوا الى دائره الاجانب يقول لهم هذه عائلتي، هاي اوراق الثبوتيه وانا بدي اخليها هون عندي اذا كانت على حسابي او على حساب المساعدات. هذا حق من حقوقه انه هو لم شمل عائلته، يعني هذا حق من حقوقه. نعم. طيب هل لديك ارقام عن عدد العائلات السوريه التي رفضت طلبات لم شمل عائلاتها؟ هل عم نحكي على اليونان أم عم نحكي بشكل عام؟ بشكل عام. هلا بشكل عام، هلا الحقيقة في عنا نحن 36 ألف طلب للم الشمل. طبعاً نحن وقت ما نحكي على الطلب، لأنه ألمانيا ما بتميز بين اللاجئ واللاجئ الثاني، وقت نحكي نحن على الأمور الطبيعية بيناتهم أفغان، بيناتهم سوريين، بيناتهم عراقيين، لكن أصحاب الحماية كان نحكي دول من ضمنهم. طبعا او الترفض لم شمله من ضمنه كمان هن اصحاب الحمايه لانه صاحبين اللجوء ما في داعي انه هن يبعثوا عوائلهم لليونان، لانه بحق لهم اللجوء مباشره مثل ما بنعرف نحن ضمن اتفاقيه جنيف عام 1951. لذلك الموضوع هلا بس اصحاب الحمايه الفرعيه. المانيا من بين 36 ألف طلب للجوء لحد تاريخ اللحظه في بطء كبير كبير، يعني انا واحد من الاشخاص اذا بدي اقعد انطر طول هالفترة وآخر شيء جينا بالرفض. يوجد كثير رفض، بس لكن بدنا نقول مين تم رفضهم بشكل نهائي. أنا بحب أكد لك اللي هن مقدمين على لم شمل كان من مصر كان من السودان، اعتبروهم أنه هاي بلاد آمنة بالنسبة للسوريين يعني كيف المنطقة هذا، لكن الدول المجاورة أستاذ كاظم عفوا يعني انتهى وقتنا، ولكن سؤال سريع بالنسبة للم شمل من سوريا، هل هناك حالات لم شمل بالنسبة للزوجة أو للأبوين من سوريا؟ وهل العملية سهلة أو أيضا تحتاج إلى وقت طويل؟ سريعا لو سمحت. أنا خلي أقول موضوع كثير مهم. حاليا مقاطعة برلين هي المقاطعة الوحيدة يلي بحق لكل شخص بيحمل حق اللجوء فقط لا غير أنه يقدم لوالده ووالدته إذا كانوا موجودين في سوريا أو لأخواته كمان. هذا المقاطعة حصرا في برلين. حصرا حاليا هذا الشيء لل 2000 بس لنهايه 2020. يلي عم يسمعنا بتمنى انه هو كمان ينقل هذا الشيء للناس الموجودين. نعم. بدنا نشكرك رئيس المنظمه العربيه الاوروبيه لحقوق الانسان محمد كاظم هنداوي، شكرا لك. شكرا لك. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أمس تحذيرات تتعلق بالتعامل مع الزلزال إثر تصريحات رسمية تركية بإمكانية حدوث زلزال في البلاد لا سمح الله. فعلا انتشر الكثير من الإشاعات والكثير من المغالطات رافقت هذه التحذيرات. خلينا نشوف هذا الإنفوغراف عن كيفية التعامل مع الزلازل ونعود لنناقش هذا الموضوع. Thank you.
للنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس الجيولوجي ومدير قسم العمليات في مؤسسة التنمية البشرية في اسطنبول كمال بكور. أهلا بك، مساء الخير. مساء الخير لحضرتك. خلينا نعرف الخطوة الأولى اللي لازم يعملها أي شخص بيصير عنده زلزال. مساء الخير لكم للسادة المشاهدين بداية، وشكرا على الاستضافة. قبل حدوث الزلزال خلنا نحكي أهم شيء في الحالة لما نعيش ببلد مثل تركيا وبلد معرض للزلزال في أي دقيقة في أي ثانية حتى تحديدا في مدينة اسطنبول، اختيار المبنى بعناية واختيار المنطقة أمر جدا مهم. يعني أنا لما بدي أستأجر بيت في اسطنبول أهم شيء أني أختار المبنى بعناية. كيف يعني؟ يعني أركز أني أستأجر المباني الجديدة مش المباني القديمة أو المتشققة. أركز لما أني الطابق أيضا أمر جدا مهم. الأبو مثلا أمر جدا سيء في موضوع الزلزال، إذا كان البيت فيه رطوبة هذا أمر جدا خطير بموضوع الزلزال لأنه بيأثر على الباطون المقوى الموجود في المبنى، يعني بيكون غير مقاوم لأي هزات زلزالية. المنطقة أيضا تلعب كتير دور، يعني ما حأدخل بشيء علمي كتير، لكن عموما في اسطنبول كل ما بعدنا عن بحر مرمرة كل ما خفت حدة الزلزال. يعني مناطق مثل أفجيلار، كتشكمجة، زيتين بورنو، باكيركوي، هاي مناطق كلها من ناحية الزلزال تعتبر خطيرة، يعني هي من الدرجة الأولى من لونها أكيد من لونها بالأحمر. كل ما بعدنا لفوق شوي مناطق مثل إسانلار، باشاك شهير، شيشلي، مناطق أخف أكثر. كل ما اتجهنا باتجاه البحر الأسود مثل صريار، مثل أرناوتكوي، مثل شطالجة، بتخف حدة الزلزال بشكل كتير كبير. ولهيك نحن إذا بنلاحظ أنه التوسع الجديد في اسطنبول هو باتجاه البحر الأسود، حتى المطار الجديد في اسطنبول هو مطر على البحر الأسود بسبب أنه هناك حدة الزلزال خفيفة جدا. طبعا هاي قبل حدوث الزلزال، انا جاي استاجر بيت جديد. نعم. في حال وجود الزلزال وكان عندنا اطفال وكبار بالسن، كيف بدنا نحميهم اثناء الزلزال؟ اهم شيء التصرف بهدوء، يعني اهم شيء انه نتصرف بدم بارد. خلينا نقول اول شيء انه نبتعد عن اي شيء ممكن يقع علينا، يعني اي الفيترينا، الخزانه، اذا في ما نحط تريات بالاخص التريات الثقيله، لانه ممكن مع الارجحه بالزلزال انه تهبط على اي حدا منا لا سمح الله. نقطه اخرى انه نبتعد عن اي شيء قابل للكسر مثل الزجاج، البلاستيك او ما شابه. نقطه ثالثه، في اثناء حدوث الزلزال يحبذ عدم الخروج الى البلاكين، عدم القفز من النوافذ. في ناس يعني بيصير من الخوف تقفز من الطابق الثالث او الرابع، فهي بتتضرر من القفز مو من الزلزال. عدم الركض الى المخارج، ايجاد مكان امن نحن عاده بنكون محددينه، يعني طاوله قويه تحتها ممكن، يعني غالبا هو بيكون الطاولات القويه بينزل الشخص تحتها بياخذ وضعيه القرفصه او ما يسمى مثلث الحياه، وضع الركبتين الى حذاء الى محاذاة الصدر، ووضع الاكف خلف الراس لحمايه الراس حال وقوع اي شيء لا سمح الله. طبعا الزلزال عاده بدايه تجي الهزه البدائيه البرايمري نسميها، هاي بتتوقف بعدين بترجع تجي هزه ثانيه. عاده شو الفارق بين الهزتين؟ يعني وهل يمكن ان يعني هل هذا الوقت يسمح بالخروج مثلا من المبنى؟ صراحه حسب الطابق، يعني اذا عايشين بالطابق الثاني اكيد الامر جدا بسيط، اما اذا عايشين بالطابق السادس او الخامس فالامر شبه طبعا. ويجب عدم استخدام المصاعد الاساسيه. المصاعد اكيد اكيد اكيد، واثناء الهزه يحبذ عدم استخدام الادراج ايضا، يعني اثناء الهزه يفضل انه يتم يبقى الشخص يعني بمكانه هيك طبعاً. مو مكانه، يلاقي شيء يحمي، يعني اعطيت تحت طاوله تحت طاوله تحت كرسي اي شيء ممكن يحمي من وقوع من سقوط اي شيء عليه، وياخذ الوضعيه اللي هي وضعيه الامان، اللي حتى نفس الوضعيه اللي بيشرحوها بالطيارات انه في حال هبوط الدائم اخذ الركبتين لعند الصدر، احناء الراس مشان الحفاظ على ضغط الدم، ووضع اليدين خلف الراس مشان حمايه الراس من اي شيء يسقط عليه. طبعا هي الهزه الاولى، لنفرض انه اجانا زلزال، اجت هي الهزه، انا احتميت، خلصت هي الهزه. بعد زوال هي الهزه انا قدامي وقت جدا ضيق، احتمال ما يكون في هزات ارتداديه، والهزه الارتداديه تكون ضعيفه، يعني مثل ما صار مثلا اخر زلزال صار باسطنبول 5.8 انا بتذكره، كنت بالطابق الثاني، يعني اجت الهزه الثانيه يعني. بس العالم يعني اليوم متخوفين من هذا الزلزال اللي صرحوا في تركيا، يعني 7 يعني، فعنا كثير تخوف. هل هناك تطبيق ممكن او موقع الكتروني ممكن يساعد الناس على معرفه ما يجب عليهم فعلهم لو بده يروح على مكان امن او الى ذلك؟ هلا اكيد افاد موجوده، اللي هي منظمه افاد اللي هي المسؤوله عن
الكوارث الطبيعية والأحوال العاجلة، عندها موقع الإلكتروني اسمه آفات، عندها كثير تعليمات عن آلية التعامل أثناء الزلزال باللغة التركية، لكن ممكن أشرح شوي أنا أكثر. يعني لنفرض أنه إحنا نزلنا من البيت بعد الزلزال، قدرنا أنه نتخلص. طبعا قبل ما ننزل البيت أهم شيء أنه إحنا نسكر الغاز ونسكر المي، لأن هدول ممكن يصير حرائق مثل ما شفنا بإلزة، صار في حريق نتيجة الزلزال هو نتيجة تسرب الغاز. بعد هيك إخلاء الأماكن لأماكن مخصصة بهذا الشيء. الأماكن المخصصة صراحة مدينة مثل اسطنبول مدينة جدا مزدحمة، يحبذ الاتجاه إلى الحدائق. ليش؟ لأنه الزلزال بنفسه ما هو يعني بعيدة عن المباني قدر الإمكان، للأسف انتهى وقتنا. بدنا نشكرك، نعم بدنا نشكرك المهندس الجيولوجي ومدير قسم العمليات في مؤسسة التنمية البشرية في اسطنبول كمال بكور، شكرا لك وبدنا نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله. أما بالنسبة لموضوعنا نبقى في الآخر تركيا. نبقى في تركيا. نعم، قالت وزيرة التجارة التركية روحة صار بيكجان إن عدد الشركات التي يملكها سوريون في تركيا تجاوز 813 ألفا، أي ما يعادل نسبة 29% من مجموع الشركات المملوكة لأجانب في البلاد. بحسب الوزيرة التركية تزيد استثمارات السوريين عن 3 مليارات و900 ألف ليرة تركيا، وتعمل الشركات السورية في تركيا في الغالب بمجالات الإنشاءات وتجارة الجملة من وإلى الخارج وتجارة المواد الغذائية وتجارة وتأجير العقارات وصناعة الملابس. لا تزال ارتدادات التراجع الحاد في سعر صرف الليرة السورية مستمرة في أسعار السلع والخدمات في جميع المناطق السورية، حيث شهدت أسعار حليب الأطفال ارتفاعاً كبيراً. وصل سعر العلبة الصغيرة التي لا تتجاوز أو لا يتجاوز وزنها 400 جرام إلى أكثر من 3700 ليرة، يعني أكيد غالي يعني بالنسبة للمواطن. من جهة أخرى، كشف مجلس محافظة ريف دمشق التابع للنظام أن مدينة عربين التي يتجاوز عدد سكانها 70 ألف نسمة لم تصلها اسطوانة غاز واحدة منذ 40 يوما. مشاهدينا فاصل وراجعين.